رجل كان يخدم في حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ورزقنا وإياكم زيارته في القريب العاجل إن شاء الله. كان يخدم هناك، يقوم بشؤون الزوار، الأفراد الذين يأتون يقوم بشؤونهم. بعد مضي مدة تقلبت به الأيام والليالي وأصبح محتاجاً، فكر ما الذي يعمل؟ كلما طرق باباً من الأبواب لم يفتح له باب. فكر في ذلك اليوم أن يذهب إلى الهند. الهند في ذلك الوقت كانت مركز التجارة العالمية، أو مركز مهم من مراكز التجارة العالمية. هذه الثروة يجب أن لا ننخدع بها. يوم هؤلاء الذين تجدونهم الآن يعيشون في أشد الفقر، يوم من الأيام الثروات كانت بأيديهم، من بقية البلاد كانوا يأتون ويخدمونهم، ولكن وتلك الأيام نداولها بين الناس، لننخدع بكم دينار في أيدينا. هذه الثروة لا تبقى، وتلك الأيام، هذا مو كلامي، هذا كلام الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الإنسان قبل ما تروح من يده القدرة يجب أن يعمر آخرته، حتى لا يروح هناك ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال أروح للهند. ذهب إلى الهند، دخل على شخص راجة من الراجوات المهمين اللي كان يأتي إلى العتبات، وكان هذا يخدمه. دخل عليه وقال له ليش جاي للهند؟ قال في الواقع أنا افتقرت وأحتاج إلى مال. قال له أنا مستعد أعطيك كل ما تريد، ولكن تهديني سلاما واحدا من سلامك على أبي عبد الله الحسين. عندما كنت تمر وتشاهد تلك القبة المباركة وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله، كل ما تريد من الثروة أعطيك، ولكن تهديني سلام واحد من سلامك على أبي عبد الله. قال له ما يخالف. فكر فكر، سلام كلش متواضع، لأن إحنا أحيانا نقوم بأعمالنا بتوجه بإخلاص، وأحيانا هالشكل اللي حقيقة صلواتنا تحتاج إلى استغفار، يعني بعد ما ننهي الصلاة يجب أن نستغفر الله من هاي الصلوات اللي نصليها حقيقة. إذا كنا نكلم ملك من الملوك ما كنا هالشكل نكلمه، ونتكلم مع الله وفكرنا منا ومنا. على كل حال فكر سلام في يوم من الأيام كلش متواضع. قال سلام ذاك اليوم أعطيه لك. زين كم تريد؟ 100 دينار مثلا، 100 روبية أخذ. في الليل رأى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا الرجل الذي أهدى سلامه إلى ذاك الراجل. قال له الإمام كل سلامك لم يقبل إلا هذا السلام. قال ليش يا أبا عبد الله؟ قال لأنه بقية السلامات كنت تقوم بها وأنت مدل بعملك. أنا اللي عملت هذه الأعمال، كأن الله يحتاج إلنا. الله مو محتاج، سيد الشهداء مو محتاج، إحنا المحتاجين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، سيد الشهداء لا يحتاج إلى بكائي، أنا الذي أحتاج إلى هذا البكاء حتى آتي يوم القيامة وعيني قريرة يوم تكون كل العيون باكية. أنا اللي أحتاج أذهب إلى مجالس سيد الشهداء صلوات الله عليه حتى آتي يوم القيامة
وقلبي يوم تموت فيه القلوب. هذا القلب الذي يحضر مجالس سيد الشهداء كان حيا بذكر سيد الشهداء في الدنيا، فيكون حيا أيضا في الآخرة. هذه الحياة تنتهي إلى تلك الحياة، مو محتاجين إلنا، بتواضع نقوم بأعمالنا مو بإدلال. ولكن ذلك اليوم مررت على الصحن المبارك وأنت في حال ما كنت متطهر، رأيت ذلك الضريح وتلك القبة وأنت خجل لأنك ما كنت متطهر في حالة غير طبيعية، فدنجت راسك وغضضت من طرفك وقلت بكل خجل: السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا السلام هو الذي قبل منك. استيقظ من المنام، راح إلى ذلك الرجل: أريد أفسخ المعاملة، أخذ ربياتك وأرجع لي سلامي. قال الرجل: أبدا، المعاملة تمت، أوفوا بالعقود، ما أردت. إحنا إن شاء الله إذا رحنا في تلك النشأة زالت عنا غواشي هذه النشأة، نفهم أن كل قطرة صادقة شنو قيمتها عند الله، وكل دمعة وكل خطوة وكل مشاركة شنو قيمتها عند الله. إذا سلام بإخلاص، سلام بإخلاص له هذه القيمة عند الله، فما هو بالك بمن يقيم مآتم الحسين صلوات الله عليه، ما بالك بمن يطبع الكتب التي تعظم الحسين صلوات الله وسلامه عليه.